الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أقرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوجود مئات الآلاف من العمال غير الشرعيين الأجانب في العراق، وبحسب مديرية دائرة العمل والتدريب التابعة للوزارة فإن أغلب شركات القطاع الخاص لا تلتزم بالضوابط والقوانين التي تنص على تشغيل 50% من العمالة الوطنية، لذا تقوم بمنح العمالة الأجنبية الأفضلية في التشغيل. أعلنت وزارة النفط في العراق عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع إيران لإدارة الحقول النفطية العراقية عند الحدود المشتركة بين البلدين. وأضافت الوزارة أن عمل هذه اللجان سيتنوع وسيشمل عدة مجالات كالتعاون في مجالات تسويق النفط والحفر وتوريد الأنابيب والموارد الاحتياطية والاستكشافات النفطية وغيرها. يشار إلى أن المركز العالمي للدراسات التنموية أكد أن حجم خسائر العراق من تجاوزات إيران على حقوله النفطية تقدر ب 17 مليار دولار سنوياً. أكدت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية أن العراق دخل في ذروة أزمة السكن منذ سنوات، لا سيما في بغداد التي يسكنها قرابة ثلث سكان البلاد. وقالت اللجنة إن محدودية ما يقدمه القطاع الخاص من وحدات سكنية تسبب بتفاقم أزمة السكن، مضيفة أن قراءة موضوعية لخارطة البلاد وانتشار المدن تظهر بأن 70% من مساحتها شبه خالية من التجمعات الكبيرة. قال خبراء اقتصاديون إن العراقيين لا يثقون بالقرارات الحكومية المتعلقة بتحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار العراقي. وأضاف الخبراء أن هناك عوامل تسببت بانخفاض الأخير لأسعار الصرف تتمثل بنهاية السنة المالية وكثرة العطلات والمناسبات الذي تؤدي لقلة حجم التجارة وقلة الطلب على الدولار، وهو ما يدفع المواطنين لبيع الدولار. يتجه الدولار لإنهاء عام 2023 على خسارة بأكثر من 2%، مبدداً مكاسبه على مدى عامين متتاليين وسط توقعات باحتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بحلول آذار المقبل. ومنذ أن أطلق البنك المركزي الأمريكي دورته لتشديد السياسة النقدية في أوائل عام 2022، كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركاً أساسياً للدولار، لكن مع تواتر البيانات الاقتصادية فقد تحول تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة. وهذه انتقالة إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.